هنروح لزميلنا كريم احمد ولقاء مع ياسر ابراهيم ونرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار. بجد تحليلك من جديد كابتن ايمن شوقي وكل نجوم الصوت التحليلي لجمهور النادي الاهلي في كل مكان. بالتاكيد مباراه صعبه جدا زي ما اكدنا قلنا، وعي الكبير لكل لعيبه النادي الاهلي بعيدا عن نتيجه المباراتين ان شاء الله اهلتنا للمباراه النهائيه. كابتن ياسر ابراهيم واحد من نجوم النادي الاهلي قلب الاسد زي ما بنقول، مبروك يا كابتن ياسر. فوز مهم الحقيقه، 180 دقيقه اديناها على مراحل، مرحله اولى في القاهره، مرحله هنا في الجزائر، حطينا في الاجواء، شايف الوصول للمباراه النهائيه ازاي؟ حلم كبير جدا لكل جمهور النادي الاهلي يا كابتن. بسم الله الرحمن الرحيم، الله يبارك فيك. طبعا برحب بكابتن ايمن شوقي وضيوفه اللي في الاستوديو طبعا كلهم. بقول مبروك طبعا لعيبه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي والاداره والعمال وكل الجهاز الطبي. طبعا الحمد لله قدرنا نعدي شوطين، يعني ماتش كامل، شوط في مصر وشوط هنا على اكمل وجه الحمد لله. كان نفسنا النهارده نطلع كسبانين بس الحمد لله ما فيش نصيب، قدرنا نطلع متعادلين، فدي حاجه كويسه. ومبروك التاهل باذن الله، نقدر بقى خلاص نقفل الصفحه دي ونركز في ماتشين الدوري الجايين، دول مهمين جدا لازم نركز فيهم عشان خاطر ندخل افريقيا تاني، لان انا عرفت الموضوع ده يعني سمعنا عنه. فباذن الله نقدر نركز فيهم ونعمل نتيجه كويسه، نكسب ان شاء الله ونرجع النادي الاهلي لمكانته الطبيعيه تاني ان شاء الله. خبرات حسمت المباراه، خبرات كبيره جدا وتحدي كبير جدا. وعايز اروح معاك لحته مهمه جدا، وهو اجتماع الكابتن الخطيب بيكو قبل السفر وقبل التوجه هنا، فرقت معاكم بشكل كبير جدا اكيد يا ياسر. اكيد طبعا، اكيد الخبرات طبعا ليها عامل اساسي وليها دور مهم طبعا في الفرقه. كباتن الفرقه دايما بيتكلموا معانا باستمرار، والكابتن الخطيب طبعا في ظهرنا دايما ودعم لينا في قبل اي مباراه مهمه وقبل فتره مهمه، دايما بيجي يقعد يتكلم معانا وبيحمسنا وبيدينا دوافع كويسه. فطبعا بنشكره وبنبارك له ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا كده ونقدر نركز برده ونجيب البطوله باذن الله، ايا كان الملعب اللي هنلعب فيه ايه، احنا مركزين باذن الله ناخد الثالثه على التوالي ان شاء الله. طول عليك، لكن كلمه لكل الرجاله اللي حققت المباراه النهارده ومستنيين ان شاء الله تحققوا البطوله يا اسطى. اقول لهم طبعا الف مبروك، وهي دي رجاله النادي الاهلي في اي ملعب وفي اي مكان بتظهر معدن الرجال. الف مبروك يا رجاله، وان شاء الله ربنا يكرمنا كده في الفتره اللي جايه ونقدر نجيب البطوله باذن الله. حبيبي الله يبارك فيك. كل الشكر والتقدير الحقيقه للكابتن ياسر ابراهيم. يا رب ان شاء الله باذن الله نشوف الجديه والحماس اللي احنا شفناه في ال 180 دقيقه ان شاء الله في المباراه النهائيه. يا رب ان شاء الله باذن الله ال 11 تكون اهلاويه.